سعيد جدا لأننا وصلنا إلى المليون في قصة نجاح دبورية. مبروك مبروك المليون زائر لأحمد عزايزي. مبروك جدا المليون لدبورة قصة نجاح وقبال 10 مليون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مليون تحية عليكم جميعا. اليوم فيديو خاص وبلوك خاص جدا لمناسبتين عزيزات على قلوبنا. الأولى اللي هي مناسبة بتمثل الأمة كلياتها لأشرف الخلق والمرسلين من مولد النبوي صلى الله عليه وسلم، مولد النبي عليه الصلاة والسلام. والثانية المناسبة التي نطلق من أجلها هذا الفيديو بشكل خاص لما يخص بلدنا وصفحتي أنا تحديدا، دبورة قصة نجاح التي بلغت أكثر من مليون زائر عربي، مليون فيزيتور عرب in my page. تعالوا نشوف كيف ردت فعل الناس على هاي الإنجاز وهذا الرقم اللي وصلنا له. خلينا نشوف شو عنا مفاجآت في هذا البلوج اليوم. وين الدبوري وين؟ إيدا أرفع أرفع واسمع بنتي هالخبرية ولعوا هالدبورية يا دبورية واسمع بنتي هالخبرية ولعوا هالدبورية يا دبوري ضلك دلع خلي لي خصمك يولع احرق يا دبوري. بوصول صفحة دبوري قصة نجاح لمليون متابع، وهذا فخر طبعا لنا كلياتنا في دبوري. كلنا فخورين انه صارت اخبارنا تصل مش بس للقضاء القريب انما للعالم اجمع، وان شاء الله بالتوفيق لنا ولإلك حبيبي. يا جماهيري لك عيدي والليل الفرحة السعيدة. بعد بسم الله الرحمن الرحيم، أول إشي كل مواطن عربي ومسلم بفخر بأي وجود إسلامي وأي حضور بشكل مميز، وأنا بفتخر إنه في عمل زي دبوري قصة النجاح اللي هي إشي مميز من ناحية إعلامية، وفخر إنه نسمع اسمه ونسمع إنه وصل عنده مليون متابع. إشي بزيدنا فخر، وإحنا بنتمنى له كل التوفيق للأخ أحمد عزايزي والمشرفين على الصفحة. دبوري ووعد عاديني مش عندي يا مرحبيني. السلام عليكم، معكم هشام أنطرش. اليوم نهني أحمد عزايزي على وصول صفحة قصة نجاح دبوري لمليون زائر عربي، وهذا إشي فخر لكل أهل دبوري. ألف مبروك يا أحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. مسألة انه دبوري هي ولادي لقصص النجاح، ولادي للأشخاص المثابرين، الأشخاص الطموحين. هي مسألة يعني كانت من قبل، يعني كانت اشي مشهورة في البلد، والحمد لله يعني ما زالت الى الان يعني تخرج هذه الطاقات وهذه الشخصيات التي يعني في المستقبل هي زي ما بيقولوا يعني هي ما هي أساس للمجتمع، أساس لبناء دبوري كمجتمع، لبناء المجتمع العربي. طالع البدر وعلينا من ثنيات الوداع، وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع، جئت شرفت المدينة
مرحبا يا خير داع. صلي على سيدنا محمد. بمناسبة عيد مولد النبي إن شاء الله قدمنا حلو ومبارك لكل الإسلام إن شاء الله جميعا. كل سنة تسلمين يا عمي. أوه عيد مبارك. أنت بخير يا عمي. كل عام أنت بخير بمناسبة عيد المولد النبي والشريف. اللهم صل على محمد. آه يا إخوان يا إخوان يا إخوان يا إخوان. إذا بعد مسيرة يومين من التعب ومن التواصل مع الناس والاستماع إلى آرائهم، مليون ليس بالرقم الصغير. صحيح نحن نعمل بجهد ونعمل باستمرار ونعمل كل يوم على أن نضيف أكثر وأكثر 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 لمحتوى صفحتنا ومحتوى قنواتنا على كل شبكات التواصل الاجتماعي، ولكن في المخيلة الكبيرة لم أكن يوما أحلم أن أصل إلى هذا الرقم الكبير من كل الوطن العربي. كان لدي الكثير من الطموحات، أولها أن أصل إلى هذا الرقم، ولكن الكيفية التي وصلنا بها، الكيفية التي عملنا بها، الكيفية التي تلقينا الدعم بها، هذه كلها تعبر عن حب الناس، وحب الناس يعبر إذا جاء بوصف فهو توفيق الله عز وجل. فعندما يوفقك الله لشيء يزرع حب الناس ويزرع حبك في الناس فتكمن هذه النتيجة. هذا على صعيد الشخصي وصعيد صفحتي. أما النبي عليه الصلاة والسلام حبيب الأمة، حبيب العالمين أجمع، الشفيع كل الكلمات، لا تصف حبه ولا تؤتيه حقه ولا توفيه من فضله علينا أن أخرجنا من الظلمات إلى النور بفضل ربه، وكل ما رأيناه لا يعطيه كلمة شكر. فيا رسول الله يا حبيبنا، اللهم إن كنت تسمعنا فارض عنا وارض عن أهلينا وارض عن كل من ساهم وأسهب في تقديم ولو كلمة بسيطة دعم هذا اليوم الذي نجله في قلوبنا، لأن الله أنارك في قلوبنا وأنار الإيمان وأنار الخطى في قلوبنا. إلى هنا تكون رحلتنا في هذا البلوج انتهت، على أمل أن نلقاكم إن شاء الله في بلوجات قادمة. لا تنسونا من الدعم ومن المشاركة، ولا تنسوا دائما الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.